يا مصطفى، تعرف على طريقة وكيفية إيجاد لون النص على هاتفكم سامسونج؟ قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانيات الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات السمعية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تفضيلات التسمية التوضيحية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حجم التسمية التوضيحية ونمطها، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على لوح النص، سوف نقوم بالاختيار الألوان. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.